المسلمات على أن أكثر من 60% من الأسر تضررت وتراجعت قدرتها الشرائية، وبأن المديونية الأسر ارتفعت بشكل مهول ملايير ديال الدراهم. رالية الديمقراطية الشغل قررت هذه الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني، وهي هو تنبيه للحكومة لأن هناك قلق لدى المواطن لدى العامل لدى الموظف يتزايد أمام استمرار تضييق على المجال ديال الحريات بصفة عامة، أمام ارتفاع موجة غير مسبوقة ديال الأسعار اللي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، وأمام إجراءات حكومية انفرادية تعسفية غير قانونية اللي كتمس الموظفين من حيث محاولة التهديد والتهويل في ظل الوضع الوبائي بالضغط على الموظفين وعلى الأجراء الإجبارية ديال التلقيح. حنا كنعتبروا أن التلقيح عمل اختياري، وبأن الأمن الصحي كيهمنا ككونفدرالية وكيهم المواطنين بصفة عامة، ولكن هناك الأمن الاجتماعي هو المهدد اليوم في هذه اللحظة، وعلى الحكومة راه بدات بشكل خاطئ في التعاطي مع العديد من الملفات، في تغييبها للحوار الاجتماعي، في عدم الالتزام تنفيذها العديد من التعاقدات السابقة، في موقفها ديال الدعم الغير مسبوق لأرباب العمال اللي في هذه اللحظة هم يستغلون الأزمة من أجل نوع من التراكم ديال الثروة والتسريحات ديال العمال في العديد من المقاولات. وكيف قلت أن البداية ديالها أشرت على أن هناك دعم للجانب المال بصفة عامة، لا المشروع القانون المالي اللي داز كله إجراءات لصالح أرباب العمال، ورفض كل الإجراءات اللي تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية الشغل اللي كتصب في الدولة الاجتماعية، لأن الدولة الاجتماعية ليست شعار ترفعه للحكومة، ولكن هو إجراءات ومبادرات اللي من شأنها أن توضع قطائع مع السياسة السابقة ومع التجارب ديال الحكومة السابقة السيئة، وإجراءات اللي من شأنها أنها ترد الاعتبار والثقة في المؤسسات. لكن للأسف لحد الساعة يمكن نعتبره أن الوضع سيء والوضع صعب، وهو ملامح ديال الموسم فلاحي صعب والجفاف، وعنسمعوا عاوتاني حديد جديد عند الحكومة ديال الإكراهات، واللي كل الحكومات كتوظف هاد حنا كنعتبروا الكونفدرالية والكونفدراليين ليس معناش إكراهات، وعنواجهوا كل الإجراءات اللي مش أننا تمس المواطن أو تمس العميل، وكننبهوا الحكومة أنه الحل الأسلم هو اللجوء إلى الحوار الاجتماعي المسؤول اللي مش أنه ينتج تعاقدات اجتماعية، هو الحد والضرب على أيدي السماسرة والمضاربين في هذه المرحلة ديال ارتفاع الأسعار واللي ضربت القدرة الشرائية والتقارير ديالهم، ماشي دابا تقارير المنظمة ديالنا. المندوبية السامية للتخطيط راه تكلمت على أن أكثر من 60% ديال الأسر ضرات وارتفعت المديونية ديالهم، وهاد الأسعار المحروقات اللي ولات اليوم، علما أن الكونفدرالية كانت مبادرة و في الاتصال وفي الجلوس مع مجلس المنافسة، للأسف تقبل هذاك الميدف وتقدمت بجوج ديال المقترحات قوانين المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية الشغل من أجل أن تسقيف ديال الأسعار، من أجل تقنين سوق ديال المحروقات كما تم، لأن ملي تتحرر واحد السوق بحال الاتصالات كدير واحد الوكالة ديال الوطنية ديال التقنين اللي ما كانتش، وهناك شركات ديال التوزيع وشركات اللي كتشتغل استفدت بالملايير على حساب المعاناة ديال المواطنين. بالنسبة للقاء الأخير ديالكم مع رئاسة الحكومة، البعض كيتحدث على أنه واش كان فاشل ولا ما كانش أدى المتبقى. لا ما نتكلموش حنا على فاشل، حنا الكونفدرالية كانت واضحة مع رئيس الحكومة ومع أعضاء الحكومة اللي كانوا حاضرين، رفض مطلق لكل أشكال ديال التهديد للموظفين، وبأنه الحل هو الحوار،
الحل هو هذه المعالجه ديال الملف الاجتماعي، هو الحد من ارتفاع الاسعار، هو معالجه الملف ديال جميع الفئات في جميع القطاعات، هو احترام الحريات النقابيه، لان هناك ضرب ديال الحريات النقابيه والعمل النقابي بصفه عامه.